أكد دكتور عبد الحميد أباضة مساعد وزير الصحة أن الوزارة وافقت على عقار جديد لمرضى زراعة الكبد، وذلك عقب موافقة منظمة الدواء الأمريكية. وأشار خلال مؤتمر صحفي تحت عنوان زراعة الكبد أمل في حياة جديدة حضور عدد من المتخصصين وكبار الجراحين الذين أكدوا أهمية استخدام هذا العقار في مصر بعد تطبيقه واستخدامه في أوروبا والولايات المتحدة. يعد العقار الجديد بديلا جيدا عن أدوية أخرى تستخدم في أعقاب عمليات زراعة الكبد لتحفظ مناعة الجسم وجميع الأعضاء بداخله. عقار إيفيروليموس أمل جديد للمرضى على قوائم زراعة الكبد في مصر. فبحسب المتخصصين فإنه يعد تعزيزاً لنجاح عمليات زراعة الكبد لقلة آثاره الجانبية وحفاظه على وظائف الكلى داخل الجسم. ميزة هذا العقار اللي ظهر جديد إنه واحد بيثبت المناعة ويمنع الرفض بنفس كفاءة الأدوية القديمة، اثنين بيحافظ على وظائف الكلى ولا يؤثر عليها أبداً. الندوة اللي احنا في صددها دلوقتي بتقوم بها شركة نوفارتس، وهي من الشركات العملاقة في مجال الدواء بصفة عامة، ومن الشركات اللي احنا بنعتمد عليها في السيطرة على الأسعار والسيطرة على تواجد الدواء في مصر. أي دولة عايزة ترتقي وعايزة توصل لازم يكون عندها حماية حقوق ملكية فكرية، لأن أنا كمستثمر أو كأي شخص لدي منتج عايز أحافظ عليه مش هنقدر نروح دولة بينتهك فيها حماية حقوق ملكية فكرية. إحنا حضورنا النهاردة كأمانة فنية ليس من أجل دواء بعينه، لكن من أجل المبدأ اللي إحنا قررناه في اللجنة العليا وفي الأمانة الفنية، إن إحنا نتعاون مع أي جهة بتقدم شيء للمريض المصري. الحقيقة إحنا بدأنا المجهود في مجال زراعة الكبد من سنة 2001، وبدأنا في مركزين خاصين، وبعد كده انتشرت في مجموعة مراكز زي ما انتوا سمعتوا من الدكتور محمد هلال. حتى يومنا هذا أجريت حوالي 2300 حالة، ونسب النجاح من 80-90% الحقيقة مرتبطة بالاختيار السليم للمرضى، ومرتبطة بأشياء كثيرة جدا. زي ما شايفين رغم المجهود الكبير اللي بذل على مدى العشر سنوات اللي فاتت في عدد من المراكز كبيرة، لكن ما أمكناش مساعدة أكتر من 2300 مريض، ودي نسبة ضئيلة جدا لما نعرف أنه التقييم الفعلي لعدد المرضى اللي في احتياج لزراعة الكبد في العشر سنوات القادمة حوالي 100,000 مريض. فإحنا في احتياج شديد جدا لأعضاء من مصادر أخرى غير التبرع من أشخاص حديثي الوفاة. إحنا النهاردة سعداء بوجودنا مع شركة نوفارتس في الاحتفال بتدشين الدواء الجديد، الدواء خلينا أقول لكم إن في آخر 10 سنين أو أكثر من 10 سنين في العالم كله ما ظهرش دواء مثبت للمناعة في مجال زراعة الأعضاء، في مجال زراعة الكبد بصفة خاصة. ما زلنا نستخدم الأدوية اللي ظهرت في السبعينات والثمانينات والتسعينات بنجاح صحيح وبنتائج كويسة قوي زينا زي بقية العالم، ولكن كنا في احتياج في زراعة الكبد إلى دواء العقار جديد في مثبطات المناعة. زرع الكبد في مصر من يوم ما ابتدى لحد دلوقتي معمول في 10 مستشفيات اللي هي خدت الترخيص الأولي 2430 عملية. من خلالكم نناشد وجه إن هو يعرف خاصة أن التأمين الصحي سيتفوق مرحلة أولى في 4 محافظات الصعيد، فلا بد أن أحد هذه المحافظات تتجرأ وتبدأ في إعداد مشروع لزراعة الأعضاء، وإحنا باليقين نقوم بالتصريح لديه. فهنا الحقيقة شيء برنامج زراعة الكبد في مصر بالذات بدأ يعني تماسك ينفذ القوانين بحذافيرها وبصراحة، وإلا هينهار البرامج كلها في مصر في المستقبل. عجبتني جدا كلمة الدكتور محمد بتاع وهاب البطاقة الصحية للمريض. احنا كل ما بنتكلم احنا ما عندناش احصاء اي حاجة، ما عندناش نسبة كم مريض سكر في مصر، ما عندناش نسبة مريض بيموت كم مريض. ليه؟ بنعتمد دايما على الاحصائيات العالمية. احنا بنشوف المنطقة عندنا فنقول احنا اعلى نسبة لمرضى السكر في مصر، وانا عندي احساس ان نص مرضى السكر ولا بيسجلوا بياناتهم مثلا ولا بيسجلوا حاجة. إذا احنا سايبين 98% اللي بيضار في العالم كله وبنشتغل في 2-3% فقط،
ده المتاح في 12-13 سنة اللي فاتوا. لا يمكن يحل مشكلة زي مشكلة مصر، بلد بنتكلم على 12% فيها فيروس سي، بنتكلم على 8-10 في 100,000 حالة، كل 100,000 حالة جديدة من سرطان كبد سنويا، بنتكلم على أرقام لما بيسمعوها البلاد الأخرى الأكثر تقدما بيذهلوا من هذه النسب العالية جدا. I really want to thank the organizers for this meeting, and this is I think very important and excellent initiative to talk about liver disease and liver transplantation, which is really a major issue in Egypt, even more than in Europe and in the United States.